النهارده انا جاي لكم بفكره رهيبه جدا ومشروع مربح فوق ما تتخيل. ارباح تعدى 60,000 جنيه. ايه 60,000 جنيه انت بتقول عليها دي؟ لا، المشروع دوت هيدخل لك اقل حاجه 60,000 جنيه يا سيدي. هتقول لي ازاي وكبرت منك وافورت فيها؟ لا، ما افورتش فيها. هتابع معايا الفيديو للنهايه وهشرح لك كل حاجه بالتفصيل. اي حاجه هتدور في دماغك، التسويق، تمن المكنه، الاحبار، اي حاجه هتدور في دماغك انا هجاوبك عليها. بس قبل ما نجاوبك عليها ولا اي حاجه، ما تنساش تدعمني عشان انا مش شايف دعم خالص. لو انت هتدعموني هنزل لكم كل يوم مشروع كويس جدا وافكار وطريقه التسويق وكل حاجه. لكن قبل ما نتكلم في اي حاجه، انزل اخبط لي لايك، هتابع معايا الفيديو للنهايه، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس. مشروعنا النهارده مش محتاج اي خبره من حد، ومش محتاج ان انت يكون فاهم الدنيا ماشي ازاي، او كمان يكون ان انت عندك سابقه في الموضوع او اي حاجه منه. الموضوع بتاعنا ممكن اي حد يشتغله، طالب، صنايعي، عامل، اي حد ممكن يشتغله. ما بياخدش منك في اليوم اكتر من 3-4 ساعات شغل، وبيحقق لك زي ما قلت في اول الفيديو من 60,000 جنيه اقل حاجه فيما انت طالع. المكنه بتاعتنا يا جماعه هي عباره عن مكنه بتطبع رسومات على اي سطح. طبعا زي ايه؟ الاسطح دي مثلا، زي مثلا الاخشاب، الازاز، الحوائط الاسمنتيه او المبطنه او اللي هي عليها زيت، او زي ما قلت لكم ورق الحائط والكلام ده كله. المكنه بتتكون يا جماعه من هيد صناعه ياباني، تمام؟ تجميع المكنه صيني. ديت هديك نبذه سريعه عن المكنه وبعد كده هشرح لك كل حاجه بالتفصيل. المكنه بتطبع لها حوالي في الساعه 25 متر تقريبا، على حسب الجوده طبعا، وعلى حسب الرسمه فيها الوان قد ايه طبعا، تمام. وكمان بتبتدي تطبع لحد 3 متر ونص لفوق، والعرض لا محدود ليه، يعني ملوش حدود، يعني انت المكنه بتسيبها في العرض زي ما هي عايزه براحتها. الاحبار بتاعتها كمان متوفره، اللي هي سيم واي كي والواي في، دي موجوده كتير، سوري، اليو في، تمام، والاشعه الفوق البنفسجيه موجودين كلهم. مسار المكنه بتبقى مسارها اوتوماتيك، بتمشي عرض اوتوماتيك مع الارتفاع طبعا زي ما ذكرنا 3.5 متر. فهنتكلم في ايه حاجات سريعه كده. تكلفه الطباعه بالنسبه لاي حد، المتر بيتراوح من 100 جنيه اقل حاجه ل 150 جنيه. طبعا المكنه بيجي عليها رسومات وبيجي عليها ديزاينات مختلفه، تمام، بس احنا نقدر طبعا نضيف عليها اي حاجه، لان في معظم المكن دوت بيجي بيقول لك السوفت بتاعه مقفول او السورس بتاعه مقفول. طيب ايه يا باشا مواصفات المكنه ديت؟ المكنه دي يا باشا بيقول لك تقدر تشتغل اللي في العوامل، اللي في العوامل اللي هي الطبيعيه، اللي تشتغل مثلا في الشمس بره وفي وسط مثلا العوامل البيئيه، تشتغل 10 سنين. يعني انت بتقول لي 10 سنين ايه؟ قلت لك زي ما بقول لك كده، بتشتغل 10 سنين. طب تمام. وبتشتغل في الاماكن المغلقه بتوصل ل 12 سنه و13 سنه. قلنا الكلام ده كله. صاحب المكنه اللي بيديك المكنه زي ما بقول لكم، اول حاجه هيعلمك عليها، هيديك احبار تكفيك سنه، تمام، وهيديك كل حاجه على الشغل. خليك معايا ثواني كده وهفسر لك كل حاجه من الاول. يعني في حد ممكن مثلا يقول لي ايه؟ طيب المكنه دي يا باشا وزنها ايه؟ وحجمها قد ايه؟ اقول لك يا باشا المكنه ديت وزنها بيبقى حوالي 100 كيلو. يعني 100 كيلو يعني اي حد يقدر يشيلها. هتقول لي هيشيل 100 كيلو؟ لا يا باشا، ما انت تستنى، المكنه متقسمه على 3 اجزاء، تقدر تطلع بيها في اي مكان، يكفي حتى تطلع بيها الدور العاشر، تمام. طيب ايه نوع الاحبار مثلا اللي هتستخدمها؟ زي ما قلت لكم فوق، المكنه ديت هي بتبقى هيد واحد، بتستخدم احبار، تمام، ووتر بيز، تمام، اللي زي ما قلت لكم فوق، واليو في، تمام. المكنه دي يا جماعه في منها نوعين، في منها نوعين، نوع هيد واحد ونوع 2 هيد. طبعا اللي هو الافضل 2 هيد، بس ايه، هقول لك كمل معايا الفيديو وهشرح لك الدنيا فيها. طب يا سيدي، فيه كمان سؤال، ايه استهلاكي في الاحبار لكل متر وبتستخدم ايه والكلام ده كله؟ هقول لك يا باشا، الاحبار لكل متر بتستخدم من 8 متر، يعني الاحبار، سوري، الاحبار لكل متر بتستخدم من حوالي 8 جنيه ل 12 جنيه. هتقول لي المتر؟ هقول لك المتر من 8 جنيه ل 12 جنيه حسب نوع الرسمه وحسب ايه الالوان اللي داخله فيها وحسب الكواليتي بتاعها.
طب يا سيدي كمان سؤال، المكنه بتوصل لي بعد التعاقد قد ايه، او بعد ما اتفق معاها بقد ايه؟ الكلام كله ده بيوصل امتى؟ اقول لك يا سيدي، المكنه بعد ما بتتفق معاها وبتدفع البون في الارقام اللي هسيبها لكم والعناوين المكاتب اللي هقول لكم عليها، بتوصل لك بعد شهر، وكمان بتتدرب عليها من الشركه، وبيكون معاها احبار تقضيك سنه. انت فاهم يعني ايه احبار تقضيك سنه؟ حاجه تانية يا سيدي، برضو بالنسبة لقطع غيار المكنة موجودة يا سيدي وبكترة كمان، والأحبار موجودة، يعني ما تقلقش من أي حاجة. يعني المكنة هتجيبها تشتغل، مش هتكون شايل هم أي حاجة. طب سؤال تاني بيدور في دماغي يا سيدي، أي حد ينفع طيب أضيف صورة، ولا هقدر إن أنا أعمل أي حاجة غير الموجودة على المكنة؟ طبعا أنا أقدر، زي ما قلت لك في أول الفيديو، أنت بتقدر تضيف اللي انت عايزه عليه حتى لو بصوره بالموبايل. هي المكنه فيها USB وبيبقى فيها هارد داخلي، وبتقدر تضيف اللي انت عايزه. طيب يا باشا، انت قلت لي فوق صناعه المكنه ياباني. ايوه يا باشا، صناعه المكنه ياباني 100% تجميع صيني، عشان تيجي لنا بتكلفه قليله، لان طبعا الصناعه الياباني بتبقى عاليه جدا. وما تقلقش يا سيدي، زي ما قلت لك المكنه بيبقى عليها ضمان. طيب يا باشا، طب المكنه ديت شغلها بيبقى ازاي؟ انا هقول لك يا سيدي، المكنة بتطبع من 15 لـ20 متر مربع في الساعة، حسب الرسمة زي ما قلت لك فوق، وحسب الكواليتي بتاعها، سواء بقى 3D، سواء الألوان داخلة فيها عاملة ازاي. طيب كده تكلفة المتر هتبقى واقفة عليا انا بكام كمصنعية ليا انا؟ هطلعها ازاي، او انا هحسبها لنفسي ازاي؟ يا باشا المكنة حضرتك بتكلف عليك احبار بتبقى زي ما قلت لك من 8 جنيه لـ12 جنيه، ده حد اقصى. يعني يوم ما الرسمة تبقى جبارة هيكلفك المتر 12 جنيه حسب الرسمه زي ما قلت لك. طب نحسب مكسبنا ازاي؟ طب ولا نعرف احنا نكسب ايه؟ عشان انت قلت لي فوق 60,000 جنيه، اظن يعني مش عايزك تكذب عليا بقى ولا تكون انت بتأفور. لا هقول لك تحسبها ازاي. انا هقول لك سعر المتر بيتراوح يا باشا في السوق اقل حاجه 100 جنيه لحد 150 جنيه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اسال اي حد في السوق. طبعا الرسمه العاديه بتختلف طبعا، وال3D بتختلف كمان. هقول لك كمان على خطه تسويقيه جامده. طبعا بالميت دخلك بيكون زي ما قلت لك 60,000 جنيه في الشهر، وانا اضمن لك حاجة زي كده بداية العشرة. هقول لك دلوقتي خطة اللي هتكسبك المكسب دوت اقل حاجة. هقول لك انا يا سيدي، اول حاجة رقم واحد، المكنة مش موجودة عند اي حد خالص، وهتبقى موجودة في السوق بعدد قليل جدا، فبالتالي انت فرصتك انت تكون مختلف عن اي حد. طب ايه اللي انت بتقوله دوت؟ اقول لك افهمك اكتر. اقول لك ابدا بالمنطقه اللي انت فيها، يعني انت تشتغل فيها بالمنطقه اللي انت فيها واللي حواليها. يعني تعمل ايه؟ علاقه، تبني علاقه كويسه بينك وبين الصناعيه طبعا، وكمان هيكون لهم نسبه ايه، وما تقلقش انت كده كده كسبان. يعني مش عايز اقول لك كسبان في 100% كمان. اهم حاجه ان انت بتعرف الصناعيه يا جماعه هيطلع لكم نسبه، وبالتالي انت بتطبع لك على الحيطان 3D، وبطبع لك الوان حقيقيه من غير قابله للمسح او الازاله. حلو الكلام كده ولا ايه؟ حلو. تعرف طبعا مكاتب الديكور، المكاتب الديكور تبتدي تلف عليهم، انا عندي مكنه وعندي جودتها عامله ايه، وهيبقى في ضمن الاتفاق هيبقى ليهم نسبه من الشغل ده يا باشا من غير كلام. تمام. تالت حاجه ودي اهم حاجه طبعا في الشغلانه كلها، هتعمل لك صفحه وهتعمل لها تمويل كويس جدا جدا. يعني ايه يا باشا صفحه؟ يعني صفحه وهتصرف عليها تمويل شويه، تمام، وتبتدي كل ما تعمل شغل تنزل عليها اول باول، وتستهدف بيها الاماكن اللي فيها الشغل، الاماكن اللي فيها الشغل كتير من ده، زي مثلا المدن الجديده، الاماكن اللي هي زي الرحاب، مدينتي، الشروق، سيتي ستارز، الحتت اللي هي فيها ايه شغل كتير ديكوريتيف. طيب يا باشا، طب وايه الدنيا بعد كده؟ بعد كده انت بتيجي بيجي لك تعاملات عن اونلاين اكتر، وبتبتدي بقى تعمل حمله مموله، وتبتدي تعرض عليها الشغل زي ما قلت لك اول باول. كل ما تبقى معروف تمام، كل ما تبقى شغال اكتر، وايه ومعاك اوردرات كتيره. طب نعرفك ازاي يا باشا مكسبك ازاي؟ انا هحسب لك مكسبك على السريع، تمام، هيكون ازاي في الشهر وهيبقى ماشي ازاي. انا قلت لك في اول الفيديو ان انت المتر بتاعك هيبقى تكلفته من 8 لـ12 جنيه حسب الرسمه. طب يا باشا احنا هنحسب لك، انا هقول لك انت هتعمل بالميت 20 متر بس في اليوم. 20 متر دول زي ما قلت لك يعني هياخدوا منك حوالي ساعتين شغل، تمام. ال 20 متر دول هيطلعوا حوالي 3 رسمات مقاس وسط، يعني مش كتير في اليوم، يعني هنقول 20 متر في الشهر بيساوي 600 متر، تمام. بنحسب على اقل سعر في المتر اللي هو 100 جنيه،
هنقول 100 في 600 يعني معاك 60,000 جنيه صافي الربح في الشهر يا باشا. طبعا دوت صافي الربح، ده بعيد عن المواصلات وبعيد عن الكهرباء وبعيد عن اي نقل، طبعا كل دوت بيبقى العميل والزبون هو اللي بيشيله. طب تعالى بقى في المهم يا باشا، بقى تعالى بقى في التقيلة، سعر المكنة ده عامل ايه يا باشا؟ سعر المكنة دوت بيتراوح 150,000 جنيه الواحد هيد، تمام، والاتنين هيد 160,000 جنيه، يعني الفرق بين الاتنين حوالي 10,000 جنيه. طبعا هسيب لك عناوين المستوردين للمكنه ديت وارقام تليفوناتهم، انت ممكن تتواصل معاهم وتعرف الدنيا فيها ايه وتعرف اكتر، واسيب لك كمان اللينك بتاعها على موقع علي بابا وعلى السايت اللي موجود على النت. وطبعا انت ايه هتبتدي تخش كمان وتدور مع نفسك وتعرف الدنيا فيها ايه. انا اديتك اول خيط على الطريق وانت تكمل، انا بنزل فيديو كل يوم او كل يومين بحط لك خطه، تبقى غلطان لو ما استغلتش خطه من اللي انا بحطها لك، تبقى غلطان لو مش هتستفاد من الفيديوهات اللي انا بنزلها كل يوم، هيجي لك وقت وهتستفاد منها كويس جدا. فرجاء ادعمني وما تبخلش عليا بلايك وتفعل زر الجرس عشان كل حاجه جديده تنزل توصل لك، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله وربنا يكرم الجميع ان شاء الله.